قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بزيارة تفقدية لمشاريع تطوير البنية التحتية التي يتم تنفيذها حاليا ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي والبلديات في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة. وخلال الزيارة أكد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة حريصة على تطوير المرافق الخدمية والتي تشمل المنتزهات والحدائق بحيث تغطي احتياجات الجميع بما في ذلك ذوي الهمم وكبار السن من خلال تهيئتها وفق المواصفات التي تتلائم مع متطلبات هذه الفئة ليتمكنوا من الوصول إليها والتنقل بين مرافقها بكل يسر وسهولة. من جانبه أشار سعادة وزير الأشغال لأن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع لخدمة مشروع شرق سترة الإسكاني حيث يتم تنفيذ مشروع الخط الرئيسي للصرف الصحي لخدمة المدينة الإسكانية إلى جانب مشاريع الطرق التي تتمثل في توفير منافذ للمشروع لخدمة القاطنين وتسهيل تنقلهم. سعدنا اليوم بزيارة الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة بحضور سعادة الأخ النائب جليل السيد. هذه الزيارة بناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر باعتماد الحزمة الثالثة من المشاريع البلدية والبنية التحتية. اليوم كانت الزيارة مع سعادة وزير الأشغال لاستعراض أهم مشاريع الحزمة الثالثة ما تتضمن هذه المشاريع من مشاريع الطرق والصرف الصحي والبلديات. فيما يتعلق بالبلديات هناك مشاريع لإعادة تأهيل حدائق وإنشاء ملاعب وأيضا مشاريع التشجير والتجميل. هذه النوعية من المشاريع طبعا تسهم في توفير مقومات للحياة الكريمة والارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق، وإن شاء الله مستمر في متابعة هذه المشاريع مع سعادة النائب ومجلس أمانة العاصمة بما يحقق العوائد الإيجابية للمجتمع وهذه المنطقة إن شاء الله. تشهد هذه الدائرة مجموعة من المشاريع تتضمن الصرف الصحي لاستكمال البنى التحتية فيها ومجموعة أيضا من مشاريع الطرق وأيضا بعض المشاريع المشتركة اللي تضمن صرف صحي والطرق أيضا. كل هذه تأتي لاستكمال منظومة الصرف الصحي ومنظومة الطرق الداخلية في المناطق لتسهيل الحركة المرورية للمساكن من خلال توفير هذه المشاريع. اليوم الزيارة فريق عمل متكامل ما شاء الله بين وزارة البلديات وزارة الأشغال وأمانة العاصمة وكلها تتعلق بالخدمات اللي تحتاجها الدائرة سواء النبي صالح أو سترة. واللي أشوفه حاليا أن بعض المشاريع فعلا قاعدة يعني قائمة على أرض الواقع. احنا عندنا ايضا من الاشياء اللي تثلج الصدر اللي شفناها الامور المتعلقه باعاده الاهتمام بالحدائق في المنطقه سواء حديقه 605 مركوبان او حديقه القريه 604، هذه راح يكون في اهتمام فيها وان شاء الله بعد هناك توجه للاهتمام بحديقه مهزه الكبرى. اليوم طبعا بمعيه وزير الاشغال وزير البلديات والشؤون الزراعيه في اطلاع على معظم المشاريع البنية التحتية من ضمنها مشروع تصريف مياه الصرف الصحي، وهذا المشروع تقريبا راح يكتمل في بعد كم من شهر. مشاريع كثيرة في منطقة سترة وخاصة في جزيرة النبي صالح، فإحنا كمجلس أمانة العاصمة مرتاحين كذلك بالنسبة إلى هذه المشاريع الكثيرة لتطوير البنية التحتية، وراح يعني ترتقي بالمنطقة من ناحية يعني توفير الخدمات المطلوبة للمواطنين والمقيمين.